وكل شيء الناس ما راضياش على هذه الاوضاع هذه شخصيا. لا ما راضيش ما راضيش. علاش؟ ايوا المعيشه غاليه والموظف هو ولا كاع الناس راه تشكى، ما كان لا خدمه لا حتى شي حاجه. شنو السبب في الراي ديالك؟ ايوا بين ما يقال في التلفازه يعني شيء، ويعني والحقيقه يعني الملموس ما كاينش لا البطالة زايدة والشباب يعني المستقبل ديالو ما كاينش. وكتشوف وجدة هاد المسائل كاينين البطالة الفقر؟ ايوا وجدة هي اللي يعني اكثر من المدن الاخرى على ما اظن، يعني لا ما شفت يعني كنسمعوا ولا يعني وجدة هي اكثر المدن يعني اللي مأزمة اكثر من المدن الاخرى. ونقولوا الحمد لله على كل حال، على مثبت الوالدين هنا راضيين هنا في هاد البلاد هذا. ما راضيش بها هاد البلاد. علاش ما راضيش؟ ما كانش ما كان لا بديل غير نفس الروتين كده. يعني الماده ما كايناش باش تعيش كما نقولوا تكرفس هنا في هاد البلاد هذه. و يعني انت صابر على قبل الوالدين؟ اي صابر على قبل الوالدين. واه اذا جاتك شي فرصه يعني هكا باش تمشي للخارج تمشي؟ نقدر نمشي واه. يعني البديل الناس اللي واه نمشي ندير المستقبل ديالي نبني حياتي كما نقولوا ندير الوالدين ديالي فين يعيشوا. هنا ما كانش باش تقدم المستقبل ديالك ولا فين يتعيش. شنو السبب؟ ما كانش الماده هنا تكرفيس بزاف، الحياه ممله هنا. علاش؟ ما كانش فاش تخدم فاش كذا كما نقولوا الفلوس باش تروج ما كايناش باش دير المستقبل ديالك تضمنوه هنا ما تضمنوش في هذه البلاد هذه. انا ما خدامش انا بيطالي. بيطالي؟ اه. واش راضي على الوضع؟ انا ما انت راك على هذا الوضع؟ أنا ما راضيش على هاد الوضع حنا في المغرب. علاش؟ ما عندناش راك تعرف شحال ما عندنا لا حقوق لا والو، ما كانسوا والو هنا في المغرب حنا. اللي ما عندوش يموت واللي عنده راه عايش. هادشي اللي كنعرفو في المغرب. عندك راك تسوى ما عندكش ما كتسواش، عندك دور تسوى دور وما عندكش ما تسواش. شكون هو السبب؟ انتوما كاملين راكم عارفين شكون هو السبب، عاد نقول لكم شكون هو السبب. السبب هو الدولة والمجتمع وكل شيء هو السبب تاعنا في هذا الشيء كامل. شنو نقول لكم؟ زيد شي حاجه اكثر؟ شنو بغيتو تسمع مني؟ يمكن لك شي رساله لخوتي وللشعب المغربي، يا ربي تسهل علينا وبعد علينا هاد اللي معنا في الدوله ولاد الحرام وتابعيننا، لا يبعدهم علينا ولا يجعل ربي يلقيها لهم. هذا الشيء ما كنطلبوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.